شفت وقتين تهمي. معقول يكون البيت مسكون؟ ورا كل قصة في حقايق مخبية. انت لو شفت وشه ليمان اكيد كنت قلقت مثلي. ورا كل شخص في اسرار ومشاعر عم تظهر بكل مطرح وبكل زاوية. ايمتى رح ضل عايشة مخبية ومخبية اللي بعرفه؟ بهالقصة رح تنفتح بواب ما حدا حسب لحساب. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرى. النحات يومياً خلال شهر رمضان المبارك 10:10 المساء على الـ LBCI.